أهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أشجعك بهذه الكلمات التي قالها يعقوب ومتسجلة في سفر التكوين أصحاح 31 يعقوب بيقول إيه؟ لكن الله لم يسمح له ان يصنع بي شرا. يعقوب كان بيشتغل عند واحد خطير اسمه لابان. لابان ده مستغل شخص بيستغل كان بيستغل يعقوب جدا 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 ويعقوب محتاج له. تقدر تقرا التفاصيل في سفر التكوين وكان راجل عنده مكر وهنا يقول كده يعقوب إن لبان غدر به ولبان ده صاحب العمل ويعقوب محتاج له يعقوب بيشتغل عنده لكن برغم كل اللي عمله لبان واللي كان عايز يعمله الرب حافظ على يعقوب ويعقوب لما مشي من عند لابان كان غني جدا يعني لابان ما قدرش ما قدرش يستغل يعقوب ما قدرش في النهاية يكون سالب يعقوب لا يعقوب هو ماشي مشي وهو غني شوف, شوف الآية الله لكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرا عزيزي المشاهد ممكن في حياتك تقابل الناس عايزين يستغلوه ممكن تقابل ناس بيغدروا بيك، هنا بيقول كده ده غدر بيه، ممكن تقابل ناس عندها لؤم ممكن تقابل ناس عندها رياء، وممكن تبقى شغلك وسط ناس من هذا النوع، وممكن تبقى بتشتغل عند واحد عايز يستغلك، لا امورك مش في ايد الشخص ده، ولا امور يعقوب كانت في ايد لابان أمور يعقوب في إيد الرب، أنت لازم تبقى واثق إن أمورك في إيد الرب، والرب عامل حدود لكل واحد معاك، ومهما كان الشخص ده مستغل وهيستغلك الرب هيحميك، ومهما كان الشخص ده كذاب الرب هيحميك من الخداع، ومهما دبر الناس دول دبروا لإيذائك الرب لن يسمح لهم، آية عظيمة لكن الله قال كده لابان غدر بي وغير الأجرة بتاعتي عشر مرات عشان يستغلني لكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرا عزيزي المشاهد قول كده بإيمان الرب مش هيسمح لأي حد أنه يضحك عليا مش هيسمح لأي حد أنه يستغل منصبه عشان يأذيني الرب مش هيسمح لأي حد مهما كان احتياجي ليه محتاج اشتغل عنده مش هيسمح له انه يستفيد من احتياجي، يستفيد من الوقت ده ويستغل ظروفي ان ظروفي صعبه فيضغط عليا. الرب لن يسمح لاحد قول كده عايز يستغلني انه ينجح في استغلالي. في النهايه انا هاخد حقي، حقي عند الهي لازم تبقى مؤمن بكده، لازم تبقى مصدق ان لو حد حب يستغل تعبك يستغلك وما يديكش حقك لا الرب هيجيب لك حقك لحد عندك لازم تبقى مؤمن ان امورك محمية وان الرب هيحميك واذا ناس عايزة تظلمك في آية بتقول كده لم يدع, لم يدع احد يظلمهم تمسك بهذه الآية ليه تظلم باسم الرب يسوع ليه تظلم لا لا الا بقى اذا كان الموضوع فيه اضطهاد والرب عايزك تحتمل الام بسبب ايمانك ده موضوع تاني لكن في الحياه العاديه لا الرب يديك حمايه الرب يديك هيبه ان الناس تخاف انها تستغلك تخاف انها تظلمك وفي ايه بتقول كده ان الرب يرسل هيبته امامك باسم الرب يسوع اي حد عايز ياذينا يخاف من انه ياذينا عزيزي المشاهد تعال معي نكمل التامل في الاصحاح الاول من سفر حجي النبي شعب الرب للاسف رغم انه بدأ بدايه حسنه مش هقول كل شعب الرب لا خمسين الف بس شعب الرب ده اكتر من كده بكتير اللي رجعوا من بابل الى اورشليم خمسين ألف دول بدوا بداية رائعة لما رجعوا كان اهتمامهم الأول بأمور الرب اهتمامهم الأول أنهم يبنوا الهيكل وفعلا عملوا المذبح وابتدوا يعملوا الأساسات إنما للأسف أنهم ما كملوش بنفس الحماس الأول قلت لك في خادم يبدأ متحمس ومع الوقت يفطر لا وفي واحد يبدا مثلا مرحله جديده في حياته سنه جديده راح لكنيسه جديده يبدا بقى متحمس وعايز يخدم و و و ومع الوقت يرجع طبيعي ويرجع شخص عادي وفاتر لا باسم الرب يسوع لا يحدث معنا هذا لكن ده حدث مع الشعب لما تعطل البنى بسبب قرار من ملك فارس وزي ما قلت لك القرار كان اساسا قرار يمنع بناء المدينه بناء سور المدينه بناء المدينه هم ما كانوش بيبنوا المدينه ده كانوا بيعملوا مكان العباده انما القرار ده خافوا منه وبطلوا يبنوا وبعدين اه 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 اتحججوا وقالوا ده مش وقت الرب ده مش الوقت بتاع بناء الهيكل ده ده مش الوقت الصح ان احنا نبني يعني فيه الهيكل مشيئه الرب مش الوقت ده طبعا كانوا بيضحكوا على نفسهم لان ده كان وقت الرب بس في مشاكل ده وقت الرب بس ملك فارس ممكن يأذي بس احنا نقف قدامه بالإيمان كان الرسول يعملوا كده إنما لا تراخوا والحماس الروحي ضعف وابتدى بقى كل واحد يهتم ببيته يبقى مش مهتمين ببيت الرب ومهتمين ببيوتهم وقلت لك ده في الحلقة اللي فاتت ده معناه عمليا بالنسبة لنا ده زي بالظبط لما اهتمامك الاول يبقى لشغلك واثنين لامور الرب للامور الروحيه، لما يبقى اهتمامك انشغالك الاول بامورك الماديه وانشغالك رقم اثنين بامورك الروحيه. لا عزيزي المشاهد انت تعرف ان الروح اهم من الجسد وانت مش جسد. انت مش انسان مادي، انت اساسا انسان روحي، يعني ايه؟ انت روح الرب خلقك كده، روح تسكن في جسد، الجسد ده الخيمة اللي أنت ساكن فيها، لكن أنت أساسا روح، أنت روح تسكن في جسد وليك نفس، لأني زي ما بيقول الكتاب الإنسان يتكون من ثلاث حاجات: روح ونفس وجسد، أنت روح تسكن في جسد وليك نفس، أنت أساسا إيه؟ جسد؟ مادة؟ لأ، أنت روح، لما يبقى اهتمامك بالأمور المادية الاكل والشرب والشغل و... وكل ده امور ماديه فلوس عشان نعيش عشان كل دي امور ماديه محدوده بالمده اللي تعطها على الارض انت مش مش كل ح... ح... حياتك اغلبها مش على الارض انت بعد شويه مش هتبقى على الارض لما يبقى انشغالك بامور الارض اهم من انشغالك بامور الروح لما يبقى أمور الروح انشغالك بيها أقل من الأمور الجسد لا تبقى دي أولويات غلط لازم الاهتمام الأول الاهتمام الأول الانشغال الأول هو بأمور الروح وبلغة أو بكلمات أخرى أوضح لك المعنى لازم حبك الأول يبقى للرب يعني محبة الرب تحب الرب أكتر من أي إنسان ويبقى حبك للرب لان حبك انت بتحب الرب بروحك وتبقى اهتمامك بالصلاه اهتمامك بانك تكبر مع الرب اهم من انك تنجح في شغلك ولما تبقى انت مشغول بانك تكبر في علاقتك مع الرب ميه في الميه هتنجح في شغلك لان الاولويات بقيت صح يعني ترتيبها بقي صح ترتيب الاولويات لازم يبقى صح الاولويه الاولى لامور الروحيه الأولوية وبعدين يجي بعديها بقى اهتماماتي الأخرى وعايز أقول لك حاجة لما حياة الروحية تتظبط وتبقى في مشيئة الرب كل الأمور هتبقى لفوق لما حياة الروحية تتلخبط وما بقاش منشغل بيها ومنشغل بشغلي ومش منشغل بحياة الروحية شغلي هيقع كل حاجة مع الوقت هتقع وده اللي حدث هنا ان شعب الرب في مدينة أورشليم انشغاله الاول الاول كل واحد منشغل بشغله وببيته وعايز بقى يحسن بيته ويجيب له خشب مش عارف من فين وفين وفين و... مكان العباده ده مش مهم ان احنا نروح نعبد الرب مش مهم مش مهم بقى يبقى فيه قدس اقداس وقدس و... لا مش مهم ليه الحجه بتاعتهم ده مش وقت الرب وكذب ده كان وقت الرب بس هم كانوا كساله روحيا واهتموا بامورهم الجسديه كانت كلمه الرب عن يد حج النبي نتيجه للي أنتم عملتوه ايه بقى زرعتم كثيرا مش حطيتوا انشغالكم الاول في الشغل زرعتم كثيرا ودخلتم النتيجه قليلا مش في ايه بتقول ما يزرعه الانسان ايه يحصد اه بس لما تزرع على حساب الرب مش هتحصد مش هتحصد هم عملوا كده زرعتم كثيرا وايه ودخلتم قليلا المحاصيل اللي طلعت القمح اللي طلع دخلتوه بيوتكم قليل ويقول لهم كده ده بسبب ايه بسبب ان اهتمامكم ما كانش بامور الروح اهتمامكم كان بامور الجسد مش بامور الروح امور الروح كانت نمره اثنين يقول لهم كده انتظرتم كثيرا يعني انتظرت انتاج ضخم انتظرت ان الـ الـ انك تكسب السنه دي كتير ده انت تعبت قوي 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 منتظر بقى عائد ضخم او ذاكرت انت كتير منتظر نتيجه رائعه انتظرتم كثيرا واذا هو قليل ليه؟ ليه بزرع كتير وبحصد قليل؟ ليه مع ان المبدا يقول لك تزرع كتير تحصد كتير ليه ليه يحصل كده ليه ابقى متوقع كتير والاقي قليل ليه عشان مش مهتم بامور الرب مش امور الرب مش نمره واحد الامور الروحيه مش نمره واحد نمره واحد امورك انت مش امور الرب عشان كده يحصل هذا الامر تصاب بالاحباط شاء الرب بيقول لهم كده انتوا عندكم احباط بس ايه السبب السبب انكم مش مهتمين ببيتي مش مهتمين مش مهتمين ببناء الهيكل انا جبتكم اورشليم عشان تبنوا الهيكل لكن انتوا ما اهتمتوش زي الرب يسمح بواحد انه يسافر بلد ويعرف ان دي مشيئه الرب لما يروح يسافر البلد دي ايه اللي بيحصل بقى يهتم بشغله طب ده الرب جابك هنا ده نمره اتنين عشان تشتغل انما نمره واحد اكيد في اهداف روحيه انت مؤمن الرب جابك هنا عشان تساعد في الكنيسه دي عشان تغنم عشان تفتقد واحد انما انت عامل زي الشعب الرب وداه اورشليم نسي الهدف وابتدى يهتم بالشغل النتيجه الاحباط ان جاله احباط شديد قال لهم انتوا انتظرتم كثيرا وهذا هو قليل زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا ايه بقى كمان الحدث للشعب ان الشعب مش شبعان مش متمتع يقولهم ايه تاكلون وليس الى الشبع مش شبعانين عشان ايه عشان اهمالكم عشان امور الروحيه ما بقتش رقم واحد فالامور الماديه مش مشبعه مش شبعان بتاكلوا بس ما بتشبعوش ليه ده تاديب ليكم ده نتيجه نتيجه لاهمالكم للامور الروحيه تروحوا اجازات لكن مش مبسوطين تاكلون وليس الى الشبع تشربون وما فيش ارتواء يعني اه بتاكل كويس لكن مش شبعان مش متمتع بتعمل رحلات كويسه لكن مش مبسوط بتعمل رياضه لكن مش مبسوط وانت بتلعب رياضه بتروح جيم تلعب مش مبسوط عندك كل حاجه لكن مش, مش مرتاح ايه السبب سبب اهمالك للامور الروحيه اهمالك بتبدا يومك مش بالصلاه مش بتبدا يومك وانت كده مع الرب مش بترنم لما بتحضر الكنيسه اجتماع روحي تروح في اخر ربع ساعه ربنا ده اخر حاجة عندك ما ينفعش ايه اللي هيحصل لك يحصل لك واحد هيجيلك احساس بالاحباط نتيجة انك شغل كتير وعائد قليل اتنين مفيش حاجة بتشبعك مفيش حاجة بتبسطك تتبسط شوية وبعدين تنقبض الرب بيقول لهم كده ايه زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا ده شرحناه وبعدين تاكلون وليس للشبع الى الشبع تشربون وما يحصلش ارتواء تكتسون ولا تدفؤون يعني الدنيا برد تلبس حاجه وحاجه تانية وحاجه تالتة وحاجه رابعة مفيش دفء مش دافيان تروح الحته دي عشان تحس بدفء المحبه بتاع الناس مفيش تحس انك انت كده بردان بردان محتاج دفء محبه مش موجود ايه السبب السبب اذا اهملنا امور الرب إذا أهملنا الأمور الروحية لن ننجح في الأمور المادية، مش هيبقى في نجاح، مش هيبقى في ارتواء، مش هيبقى في شبع، هيبقى في دايماً إحساس بالإحباط. دي الرسالة، شوف رسالة قوية هكذا قال رب الجنود اجعلوا قلبكم على طرقكم، احفظ الآية دي لأنها متكررة أكثر من مرة في سفر حجي في الاصحاح الاولاني دي متكرره مرتين اجعلوا قلبكم على طرقكم وتلاقيها كمان في الاصحاح التاني متكرره زيها مرتين في ايه 15 اجعلوا قلبكم وفي ايه 18 اجعلوا قلبكم تقول يعني ايه اجعلوا قلبكم اجعلوا قلبكم على طرقكم دي تعبير تعبير اني خلي قلبك يفكر فكر بكل كيانك في اللغة العبرية أحيانا القلب يجي بمعنى العقل يجي بمعنى الزين هنا جاي بمعنى اجعلوا قلبكم على طرقهم يعني فكر يعني انشغل يعني اتأمل 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 ايه اللي بيحصل له? اتأمل اتأمل الرب عايزهم يتأملوا هو انتوا كده لكم اهملتوا بيت الرب نتيجة الخوف ونتيجة انكم حبيتوا بيوتكم اكتر من بيتي طب ايه اللي حصل لكم الرب عايزك تتامل في طرقك وانت ناجح انت ناجح في حياتك العائليه انت ناجح كاب انت ناجحة كزوجه انت ناجح ك في شغلك انت ناجح انت كنت ناجح قبل كده ليه مش ناجح النهارده اتامل تاملوا طرقكم ده معنى الايه اللي بتتكرر مرتين في الاصحاح الاول مرتين في الاصحاح الثاني اجعلوا قلبكم يعني تاملوا شوفوا انتوا بيحصل لكم ايه هكذا قال رب الجنود اجعلوا قلبكم على طرقكم يعني فكروا وبعدين قال لهم بقى النصيحه النصيحه ان ترتيب الاولويات يتعدل نمره واحد بيتي الرب بيقول لك كده نمره واحد انك تنشغل باموري كمؤمن ما دام انت جيت لي وانا عطيتك الخلاص وانا عطيتك الغفران وانا عطيتك الحياه الابديه مجانا مش معنى كده بقى انك انت تعيش حياتك زي ما كنت قبل كده لا ما دام الرب أعطاني السماء اعيش كده لا دا انا اعيش اعيش شاعر باني مديون ليه زي ما بولس كان بيقول يبقى شاعر انا مديون بولس كان بيقول اذا كان الرب انقذني من العلاج ده انا مديون ليه لازم اخدم ولازم اجيب نفوس من مختلف النوعيات عزيزي المشاهد لو كان الرب لمس حياتك فعلا وغفر خطاياك وعطاك حياة أبدية لازم هو أموره تبقى رقم واحد لازم بقى تقول أنا لازم أخدم الرب وخدمة الرب دي تبقى رقم واحد في حياتك عشان تتصلح الأمور عشان ما يجلكش إحباط عشان تبقى شبعان وعشان ما يحصل لكش اللي قالوا الكتاب هنا يقول لك والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب يعني يأخذ المهية بتاعته نتيجة ان الرب مش رقم واحد يأخذ المهية بتاعته يحطها في كيس المهية تقع ايه ده مفيش بركة والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس ايه منقوب في سوق يعني بيحوش مفيش تحويش كله بيضيع ويضيع ازاي يقول مش عارف ده انا مكسب كتير قوي اجيب ورقه وقلم ده ده انا مكسب كتير راحت فين الفلوس دي مش عارف هنا بقى بيقول بيقولك ان السبب السبب ان انت الرب اعطاك الخلاص الرب اعطاك الغفران الرب اعطاك الحياه الابديه وانت عايش زي الخاطئ انت مش بتشارك بفاعليه في امور الرب في امتداد ملكوته في ربح النفوس مش بتشارك لا بتشارك بصلاتك ولا بتشارك بفلوسك ولا بتشارك بوقتك ما ينفعش هتبقى زي الشعب في ذلك الوقت والرب قدم لهم العلاج لان يعني دايما الرب مش مش يوبخ بس ده الرب الشيطان ممكن يقولك انت وحش بتعمل كذا وكذا وكذا بس ما يقولكش اكتر من كده لكن الرب يقولك انت وحش 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 بس تجيلي هتبقى كويس تعالى لي، الرب لازم يقدم لك العلاج لأنه مش إله للتفشيل، هو مش بيقول لك أنت وحش عشان تصاب باليأس، لا هو ممكن يقول لك أنت وحش الأيام دي بس ده طريق الإنقاذ، إعمل كذا، يقول لك تعالى لي، إحضر الإجتماعات، اه اه صلي عشان تخدم، فهنا بيقول لهم إيه؟ أصعدوا أصعدوا إلى الجبل، أطلعوا للجبال اللي حواليكم وهاتوا من الجبال دي خشب وابتدوا ابتدوا اشتغلوا تاني في بناء بيتي في بناء الهيكل اللي هدمه نابوخذ نصر وما يهمكمش ما يهمكمش ما يهمكمش ملك فارس انا هغيره انا هغير القرار بتاعه فالرب وفعلا هم ابتدوا يبنوا قبل ما القرار يتغير لكن اتغير ليه؟ لانهم اطاعوا الرب هنا بيقول كده اصعدوا الى الجبل وآتوا وهاتوا من الجبل ده بخشب وأبن وابنه وابنوا البيت وانا هرضى على اللي انتوا بتعملوه وايه واتمجد واتمجد قال الرب عزيزي المشاهد ثق ان الرب هيتمجد لما نبقى مشغولين بخدمته لما نبقى مشغولين بان احنا نساهم في نفوس تيجي ليه وزي ما قلت لك العهد القديم كانوا بيبنوا هيكل من حجارة إنما العهد الجديد فيه هيكل بس الهيكل ده من إيه؟ من حجارة تانية حجارة حية إيه الحجارة الحية اللي في الهيكل بتاعت العهد الجديد؟ دول الخطاة اللي بيعرفوا الرب يسوع بيتغسلوا بالدم يبقوا حجر كل واحد يجي بحجر حي باسم الرب يسوع ننشغل بان يبقى فيه احجار حيه كثيره تضاف الى هيكل الرب يسوع في العهد الجديد ونبقى واثقين ان احنا واحنا بنعمل كده الرب هيتمجد ويتمجد بمجد غير عادي. عزيزي المشاهد الى اللقاء في الحلقه القادمه الرب معك. الى كل احبائنا المشاهدين نقدم لكم مجموعة من النبذات الروحية بقلم الأب دانيال هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج أو بأية استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail at pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليوبوليس القاهرة جمهورية مصر العربية أو Rivers of Life PO Box 433 Greenford UB5 9BJ UK أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012 اتناشر خمسمائة سبعة وسبعون ثمانية وثمانون وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org الرب معكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية